أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه امرأة تقول أنها تختم القرآن في صلواتها المفروضة والسنن، بحيث أنها تقرأ في كل صلاة حزبا أو أكثر من القرآن، علما بأنها تمسك المصحف في الصلاة. لا داعي لإمساك المصحف في الفريضة، تقرأ من حفظها ومن السور القصار، وأما في النافلة فلا بأس أن تقرأ من المصحف، أما الفريضة ما جرت عادة أهل العلم والمسلمين أنهم يحملون المصاحف في صلاة الفريضة، ولأنه لا داعي إلى هذا، بل إن الإنسان يقرأ في صلاة الفريضة ما يحفظ من كتاب الله من السور القصار أو المتوسطة أو من السور الطوال، يقرأ ما تيسر له من حفظه لا من المصحف. نعم.